دكتور احمد سليمان باحث مصري في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا التابع لجامعه كالتك. دكتور احمد سليمان موجود دلوقتي في القطب الجنوبي، بيعمل ايه دكتور احمد سليمان في القطب الجنوبي؟ هو جزء من مجموعه علميه فيزيائيه معتبره جدا ومهمه جدا، مجموعه بي اي سي اي بي كيك كولابوريشن. الكولابوريشن ده او التعاون ده موجود في القطب الجنوبي ليفسر بدايه الكون، البيج بانج. اكبر مؤسسات في العالم مشاركه في التحالف ده او في التعاون ده، ناسا، جامعه ستانفورد، هارفارد، كالتك. الحقيقه انه تجمع علمي مرموق جدا في عدد كبير من الباحثين المتميزين، واحد منهم هو دكتور احمد سليمان. دكتور احمد سليمان احنا على تواصل معاه، انما للاسف في وقت تسجيل الحلقه مفيش عندهم انترنت، القمر الصناعي بيديهم ساعتين في اليوم يعملوا منهم كل التليفونات او يبقى في اي حاجه بالانترنت، وباقي اليوم نهار كامل شمس ساطعه مفيش ليل. طبعا في القطب الجنوبي حيث درجه الحراره اكتر من 60 تحت الصفر. معانا ومعاكم دكتور احمد سليمان من ابرد مكان في العالم، بيبعت لنا رساله من القطب الجنوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحييكم من أبرد وأبعد مكان على كوكب الأرض، القطب الجنوبي. الحقيقة حبيت أسجل اللحظات التاريخية ديت لأن الساعة دلوقتي 12 مساء بتوقيت القطب، وزي ما أنتم شايفين الشمس موجودة 24 ساعة ولا تغيب، نهار دائم، درجة الحرارة كمان سالب 51 سيليزيوس تحت الصفر. معاكم أحمد محمد سليمان، اتولدت في مدينة بحتين بشبرا الخيمة، وحصلت على البكالوريوس من كلية الهندسة بشبرا جامع بنها، ثم حصلت على الماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس. في 2015 الحمد لله تم قبولي لأنضم إلى جامعة كالتيك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في كاليفورنيا أمريكا كباحث دكتوراه، والحمد لله أكملت أبحاثي هناك. الحمد لله تم اختياري من قبل فريق بجامعة كالتيك وناسا للسنة الثانية عشان أشارك في واحدة من أهم المهمات العلمية والتجارب العلمية في التاريخ. ببساطة تجربتنا بتبحث في أسرار اللحظات الأولى في عمر الكون، لحظة الانفجار العظيم نفسه، وبنحاول من خلالها نجاوب على أسئلة إزاي بدأ هذا الكون العظيم واللي بيحتوي على مئات المليارات من المجرات والنجوم والمجموعات الشمسية والكواكب والطاقة المظلمة والمادة المظلمة وغيرها. وكوكب الأرض عبارة زي حبة رملة وسط صحراء كبيرة جدا جدا من الكون لا يعلم مداها إلا خالقها، وده اللي احنا بنحاول نجاوب عليه من خلال تجربتنا بكل بساطة، بجانب طبعا أسئلة تانية زي إزاي لحظة الانفجار العظيم نفسه، وإزاي تكونت العناصر الأساسية لحظة الانفجار نفس الكون. يعني الكون دلوقتي اللي احنا قادرين نرصده واللي مش قادرين نرصده، لو قعدنا نرجع لورا حوالي 14 بليون سنة كان كل ده موجود جوه نقطة صغيرة جدا متناهية الحجم، صغيرة جدا جدا جدا، شديدة الكثافة وشديدة الحرارة، وسبب ما حصل انفجار عظيم ليها وقعدت تمتد وتتبعصر زي ما بيقولوا عبر بلايين السنين اللي اتكونت خلالها كل اللي احنا شايفينه من هذا الكون اللي احنا قادرين نرصده واللي مش قادرين نرصده. ازاي نجاوب على الأسئلة دي؟ من محاولتنا لرصد موجات عمرها حوالي 14 بليون سنة، متوقع ان هي تولدت لحظة ولادة الكون نفسه زي اسمها موجات الجاذبية التضخمية. الموجات دي ألهمت أجيال كتير جدا في علماء الفيزياء لتأليف الكتب وكتابة المقالات وبناء التجارب العلمية اللي صرف عليها بلايين الدولارات عشان يحاولوا يرصدوها، سواء من الأرض أو حتى من وكالات من الفضاء، من جميع أو معظم وكالات الفضاء، وده لأنها غنية بمعلومات كتيرة للإجابة على كل الأسئلة اللي احنا لسه سألينها دلوقتي. وطبعا تجربتنا اللي احنا بنحاول نرصدها بنرصدها من القطب الجنوبي لانه انسب مكان على كوكب الارض عشان نرصد هذه الموجات بدقه كبيره جدا. والحقيقه انا حبيت اسجل اللحظات التاريخيه ديت عشان اعلن فيها وابين فيها فخري واعتزازي ان رفعت علم بلدي مصر ولتاني سنه كاول باحث مصري
يجي القطب الجنوبي في هذه المهمة العلمية التاريخية للبحث في أصل كل شيء. طبعا شكرا على الرسالة التلفزيونية، شكرا على وجودك في هذا المعهد وانت بتدرس وسط نخبة محترمة جدا من الفيزيائيين والعلماء، شكرا لوجود علمنا علم مصر في القطب الجنوبي. شكرا يا دكتور احمد، وبالتوفيق في المهمة العلمية.